ما هو الفتق؟ يعرف الفتق على أنه اندفاع جزء داخلي من الجسم من خلال المناطق الضعيفة في العضلات المحيطة أو جدار الأنسجة، ويحدث الفتق في كثير من الحالات في المنطقة الممتدة بين الصدر والورك، وقد يحدث كذلك في المغبن، وقد يصاحب ذلك ظهور أعراض بسيطة وقد لا تظهر أي أعراض. ويجدر التنبيه إلى أن الانتفاخ الناتج عن الإصابة بالفتق يبدو واضحا عند السعال أو شد الجسم، بينما يساهم الاستلقاء في إخفائه في بعض الحالات. ويعتبر فتق البطن أكثر أنواع فتق البطن شيوعا. لا يوجد سبب محدد وواضح للإصابة بالفتق باستثناء الفتق الجراحي الذي يحدث كإحدى مضاعفات جراحة البطن، ومع هذا هناك بعض العوامل التي قد تزيد فرص إصابة الشخص بالفتق، ومنها التقدم في العمر والجنس كذلك، إذ يعد الرجال أكثر عرضة للإصابة بالفتق مقارنة بالنساء. من أسباب ظهور الفتق أيضا الأسباب الخلقية، أو قد يتطور عند الأطفال الذين لديهم ضعف في جدار البطن الشد بشكل يفوق الحد الطبيعي أثناء التبرز، وقد يحدث ذلك عند الإصابة بالإمساك. السعال المستمر والتليف الكيسي، تضخم البروستات، السمنة، تراكم السوائل في البطن، حمل المواد والأجسام الثقيلة، الديلزا البريتونية وهي إحدى أنواع غسيل الكلى، سوء التغذية، التدخين، بذل المجهود البدني، الخصية المعلقة. تختلف العلامات والأعراض التي تظهر على المصابين بالفتق في شدتها، بحيث تتراوح بين ظهور نتوء غير مؤلم إلى بروز فتق مؤلم ومنتفخ يسبب الإزعاج للمصاب. ويمكن تصنيف أعراض وعلامات الفتق على النحو التالي: أولاً، الفتق القابل للرد، وتتمثل أعراضه في ظهور كتلة أو انتفاخ في الفخذ أو إحدى مناطق البطن والشعور بالألم عند لمسه، وقد يشعر المصاب بالألم في المنطقة قبل ظهور النتوء أو الكتلة. من علامات الفتق أيضاً وأنواعه الفتق غير القابل للرد، وفي هذه الحالات قد يظهر النتوء بشكل مزمن دون شعور المصاب بالألم، وإضافة إلى ذلك قد تظهر أعراض وعلامات تدل على انسداد الأمعاء، وغالبا ما تتمثل هذه الأعراض بحدوث الغثيان والتقيؤ. ثالثا، الفتق المختنق. تمثل هذه الحالة فتقا غير قابل للرد، يحدث فيه انقطاع لتدفق الدم الذي يغذي المنطقة المتأثرة، وتتطلب هذه الحالة إخضاع المريض للجراحة الطارئة، وتتضمن أعراض الإصابة الشعور بالألم بشكل دائم، وفي بعض الأحيان قد تظهر علامات وأعراض انسداد الأمعاء. من أنواع الفتق: الفتق الإيربي. تحدث الإصابة بالفتق الإيربي نتيجة اندفاع الأمعاء عبر بقعة ضعيفة أو تمزق في جدار البطن السفلي، وغالبا ما يكون ذلك عبر القناة الإيربية الموجودة في المغبن. وتمثل هذه الحالة ما نسبته 70% من حالات الفتق، وفي الحقيقة يصيب هذا النوع من الفتق الذكور أكثر من الإناث. من أنواع الفتق أيضا الفتق الحجابي. يعتبر الفتق الحجابي المعروف أيضا بفتق الفرج الحجابية الأكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاما، أما ظهورها لدى الأطفال فيفسر على أنه عيب خلقي، وتمثل حالة الفتق الحجابي بروز جزء من البطن عبر الحجاب الحاجز داخل تجويف الصدر. ويجدر التنبيه إلى أن الحجاب الحاجز هو المسؤول عن فصل أعضاء الصدر عن أعضاء البطن. ثالثا، الفتق السري. يظهر الفتق السري لدى الأطفال والرضع الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، وما يميز هذا النوع من الفتق عن غيره من أنواع الفتق أنه قادر على الاختفاء من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى العلاج قبل بلوغ الطفل العام الأول من العمر. الفتق الجراحي. يحدث هذا النوع في حالات الخضوع لجراحة البطن، فقد يحدث اندفاع للأمعاء من خلال الندبة التي تشكلت بفعل شق العملية أو عبر الأنسجة المحيطة الضعيفة. الفتق الفخذي. يعتبر الفتق الفخذي أقل شيوعا مقارنة بالفتق الإيربي، ويظهر لدى النساء أكثر من الرجال، كما ويرتبط حدوثه بالشيخوخة والضغط المتكرر على البطن، وتتمثل هذه الحالة ببروز النسيج الدهني أو جزء من الأمعاء عبر المغبن في الجزء العلوي من باطن الفخذ. الفتق الشرسوفي. يتمثل باندفاع الأنسجة الدهنية عبر منطقة البطن وفي التحديد بين السرة والجزء السفلي من عظمة القص. وأخيرا، الفتق العضلي.
يحدث عند بروز جزء من العضلات عبر البطن، وقد تظهر في عضلات الساق نتيجة التعرض لإصابة رياضية.